السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الكرام، معكم المعتقل السابق إبراهيم عقراش على خلفية الإرهاب. كنت خرجت بواحد الفيديو بحول الله وطحت فيه للرأي العام كيفاش الفيديو ديال علي أعراس اللي كيكذب فيه وكيتهم النظام المغربي وكيتهم بلجيكا وإسبانيا، كيقول لهم أن النظام المغربي عذبني، ووضحت فيه بأنني أنا اللي شاركت معاه وأنا اللي رسمت له في الظهر ديالو. الفيديو راه معروف، إلا بغيت ترجعوا له راه في القناة، كاين في اليوتيوب، كاين في الفيسبوك وفي جميع المواقع الإلكترونية. اليوم بحول الله، أولا كنت وضحت في الفيديو الطريقة ديال العمل ديالي في السجن كأنني خدمة، وأنني كنت كنتحرك، وأنني كنت الصديق المقرب للمسمى علي أعراس، وأنه استغلني، وأنه يعني الفيديو راه موجود، إلا بغيت ترجعوا له ترجعوا له. اليوم بحول الله خرجت بهذا الفيديو باش نسرد الطريقة كيفاش وصلت حتى لهنا لبلجيكا. الطريقة كيفاش وصلت لبلجيكا، وهو دزت أنا والصديق ديالي لإسبانيا، من إسبانيا جينا لبلجيكا على أساس جيت عند علي أعرس المعتقل السابق على خلفية الإرهاب، لأنه كان وعدني في السجن بحكم الصداقة ديالي وبحكم المعاونة وبحكم يعني المدة اللي دوزت أنا وياه، تقرب مني بزاف وقال لي خويا إبراهيم، قال لي إلا وقفتي على شي حاجة مرحبا بك في بلجيكا، نهار تجي عندي نوقف معاك في الوثائق الرسمية وفي الوريقات ديالك وفي كل شيء. فأنا ما نسيتش هذه القضية، جيت نهار اللي طلعنا لإسبانيا قلت للصديق ديالي خصنا نطلعوا عند واحد الصديق ديالنا اللي في الحبس. أشنو قال لي إن شاء الله غادي يوقف معنا في الوريقات، وطلعنا عنده. وصلنا عنده هنا لبلجيكا، بقينا كنقلبوا كيفاش شي وسيلة اللي توصلنا ليه. نمرة التليفون ما كانش عندي، ما كنعرفش يعني ما كانش عاطيني لاندريس في كيسكون، فاضطرينا اننا ندخلوا للمواقع ديال التواصل الكامله اللي تقدر توصلنا ليه. دخلنا للصفحه ديالو لواحد الفيسبوك ديالو قديم نتاع 2011، لقيتو ما خدامش. دخلت لواحد الفيسبوك ديالو جديد اللي كنصيفط له وما كيردش عليا، كيقرا وما كيردش عليا. فإذا بيا كنتفاجئ بواحد الفيديو اللي أنا كنت هضرت عليه، كنتفاجئ بهذا الفيديو هذا، لقيتو رامي في القناة ديالو كيتهم فيه النظام المغربي، ومدخلني أنا، مشاركني معاه في هذا الفيديو هذا بدون العلم ديالي بحسن النية ديالي، وأنني كنت حكيت في الفيديو الأول عن حسن النية ديالي والطريقة ديال كيفاش حتى درت له هذا الرسم في الظهر ديالو في جميع الجسم. فانا هاد الساعه بحكم انني كنهضر شفت البارح انني خرج مع واحد المناضل اللي كيدعي راسو انه مناضل ريفي، خرج كيهضر وياه وحطوا الفيديو ديالي، وانني جيت هنا باش نلفق له التهمه، وجبدوا واحد الاوديوات ديالي، لانني لما وصلت هنايا كنت كنحاول كيفاش انني نتلاقى به. فكما عاودت لكم انني كيفاش غنتلاقى به، ما لقيتش كيفاش ندير نتلاقى به. دخلت المواقع، لما دخلت المواقع لقيت الفيديو راميه، فانني زدت انني نحاول كيفاش نتلاقى. تبلعوا علينا جميع البيبان كيفاش يعني هو كان كيدير الحطيات ديالو بزاف، علاش؟ باش يكمل المشروع ديالو، المشروع ديال الكذب ديالو، البهتان باش يكملو. فانا بحكم الصديق ديالي بقينا كنقلبوا كيفاش غنديروا، حتى دخلنا لواحد الموقع ديال كيقولوا له الريف تايم، لقينا انه انضم معاهم في الحزب ديالهم، وهذاك الموقع داير واحد ثلاثه النوامر ولا اربعه ديال واحد الناس اللي داخلين معاهم منخرطين في الحزب، ومنهم واحد المسمى كيقولوا له محمد، اللي لقيت النمره ديالو ديال بلجيك، لقيت واحد عنده النمره ديال هولندا، وواحد الله اعلم عنده النمره ديال اسبانيا. هزينا النمره ديال هذا محمد ديال بلجيك، اتصلت به، صيفط له الاوديو، السلام عليكم خويا محمد، انا واحد السيد كيفاش صاحب علي أعراس، كنت معتقل على خلفية الإرهاب وكان معايا بحكم الصداقة، راه قال لي أودي منين إلا بغيتي تطلع نساعدك في الوريقات وفي المسائل ديالك تطلع عندي. الله يجازيك بخير، واش تقدر توصل له هذا الأوديو هذا وهذا الرسالة؟ قال لي معليش، يا خويا إبراهيم، قال لي واخا ما كنعرفكش معليش. فات واحد المدة، واحد 40 أو 50 يوم، واللي اتصلت به قال لي أنا ما كنعرفوش، كيعرفوا واحد الشخص ماشي أنا، غادي نصيفط لهذا الرسالة ديالك لهذا الشخص، وذاك الشخص هو غادي يهضر معاه. هذاك الشيء اللي كاين، بقيت نساينو. عاود فات واحد المدة، تأخر عليا شوية، وليت اتصلت به، خويا محمد السلام عليكم، شنو كاين؟ قال لي أودي راني كنسيني ردوا عليا،
غادي يردوا عليا خويا ابراهيم غادي يرد عليك. فات واحد المده وليت صيفط له اوديو اخر، قلت له خويا محمد تعطلتي عليا الله يجازيك بخير، واش تقدر يعني واش كاين شي حاجه ولا ما كاينش؟ قال لي الرساله ديالك الشريف، قال لي الرساله ديالك اخويا ابراهيم راه وصلت له ووصلوا له الاوديوات ديالك، ولكن قال لك انا هاد السيد ما كنعرفوش، هاد السيد انا ما عنديش معاه شي اتصال وما عنديش معاه شي صله وما كنعرفوش لا من قريب ولا من بعيد. الله يا ودي السي علي ما كتعرفنيش، ها يعني ما كتعرفنيش اخويا علي، المعاشره ديال الحبس والفسحه ولونطريمو والماكله لا ما طيبتيهاش وتعيط لهاد العبد نجي ناكل معاك، ها نجي ناكل معاك ما كت ما تاكلش، ضربتي الصدقه ديالنا في الزيرو. علاش؟ حيت انت كنتي كتخطط السي علي، وهذا الشيء اللي خرجت انا دابا ننور الراي العام ان هذا السيد كان كيخطط من الحبس. يعني هذا ما عندوش صديق، هذا ما عندوش صديق، هذا ما عنده حتى شي واحد صديق ولا شي واحد كيعرفو، هذا المصالح ديالو، وكيهضر في الفيديو مع هذا الشخص اللي كيقولوا له يوبا وكيوضح وكيقول لهم انه ما كنخرجوش من الزنزانه، وانه كنتواصل مع السجناء غير من غير من غير من النافذه ديال الزنزانه، وما كي والماكله كيجيبوها جوج حراس. كيفاش السي علي واش ما عقلتيش نهار اللي كان الموظف كيفتحوا لي الكولوار كيفتحوا لك السيباراسيو كتدفع الكروسه ديالك اللي فيها الماكله وكتمشي؟ ولا نسيتي السي علي ولا نذكرك كنجي كنفرق على شي واحد، كنفرق على السجناء كاملين، كنفرق على الماكله ملي كان سالي كنخرج كنمشي للكوزينه ندي الشاريو ديال الماكله ونرجع بحالي. نكملوا القصه باش ما نتشعبوش بزاف. فلما رجع لي هذا المسمى محمد اللي داخل معاهم الحزب وهو اللي مشرف على هذه القناه ديال الرفطي، قال لي راه قال لك ما كنعرفكش السيد، انا ما كنعرفوش وما عنديش مع شي صله لا من قريب ولا من بعيد. كيفاش ما كيعرفنيش؟ كيفاش الوعود؟ كيفاش التصاور ديال 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 البنات وديال ختاك وديال كذا الا بغيتي تزوج السي ابراهيم وطلع عندي ومرحبا بك، وراه بغاو الاخوان من السجن، هادو راه اخوات ملتزمات، بغاو السي بغاو يتزوجوا من السجن. يعني كيفاش زعما واش كنتي كتنصب عليا كنتي كتغرني زعما ولا كيفاش السي علي؟ وخارج بوجهك حمر السي علي انت وهذاك المسمى يوبا، ها وكتفصلوا، والسي يوبا اللي كيقول لي انا ولد الزنقه وبعت، شنو بعت؟ شنو غادي نبيع؟ ما كاينش شي دواء، كاين شي واحد اللي غادي يضحي من اجل الوطن ديالو السي علي ولا ما كاينش واحد اللي يضحي؟ وانا حاليا كنهضر على الفيديو اللي دخلتيني فيه، الفيديو اللي ورطتيني فيه، الفيديو اللي كانت نصبتي عليا وكتقول لي انني غادي نخرج عند الوكيل الملك. شوف الفيديو فين ولا، والاوديو اللي للمشاهدين اللي تبعوا اللايف البارح ديال هذا المسمى اللي كيقولوا له يوبا، جابوا الاوديوات اللي كنت كنصيفط لهذا المسمى محمد. انا اش كنت كنصيفط له باش نتواصل معاه باش نحط معاه النقط على الحروف، وقلت له انني في الاوديو انني الا ما تواصلش معايا وما قالش معايا على الطبله يحط معايا النقط على الحروف يحيد داك الفيديو ويبرئني منه، انا كنهضر على نفسي ديري، يبرئني منه ويخرجني منه، ها ولا وانما غادي نمشي نطح السفاره ديال المغرب وغادي نفجر هاد الفيديو وهاد التعذيب الكاذب وانني اللي مشارك معاه. القضيه ملي كنقولوا غادي نطح ونفسر هاد الكلمه السي علي لا انت ولا السي يوبا، ملي كنقولوا غادي نطح حنا كنقولوا باللغه العربيه ديالنا، ما تخلطش الامازيغيه مع اللغه العربيه. ملي كنقولوا غادي نطح كنقولوا غادي نمشي نطح السوق، نمشي نتسوق، غادي نمشي نطح نخرج نتسارى، ماشي قلت لك انا غادي واش اللي كيبغي يدير شي حاجه واش غادي يقولها السي علي. هذه من نقصان العقل ديالكم والتفكير. علاش السي علي؟ حيت عرفتي ان الحقيقه بانت وان السيناريوهات ديالك بانوا وانه الكذب ديالك تسال السي علي، ها عليها خرجتي على الاعلام وكتحارب وكترد دابا وكتحاول انك تهضر على النقاط، كتهضر على اللغه ديال الفيديو. هضر لي على الحقيقه ديال الفيديو، ما تهضرليش على اللغه ديال الفيديو، راه قال غادي نفجر وغادي نمشيو عند المحامي. هضر لي على الحقيقه ديال الفيديو سي علي، على الحقيقه ديال الكذب. وكتكذب دابا انت، راه ماشي كذبتي عليا، كتكذب على عليا، نصبتي عليا، كذبتي على الاخوان، كذبتي على الدول المغربيه، كذبتي على بلجيكا، على اسبانيا، كذبتي حتى على الحزب ديالك. فين بغيتي توصل بهذا النفاق؟ وكلشي مصدق السيناريو ديالك، لا السي يوبا ولا السي الحزب ولا هادو اللي دخلتي معاهم كاملين، كلشي مصدق. وكاشنو كدير؟ كدير دموع التماسيح، وانت راك بارع السي علي، تبارك الله عليك، راك بارع في التمثيليه وفي الكاتب السي علي. نذكرك والحمد لله اللي كتقول لهم انا هاد السيد ما كنعرفوش
وما كانش خدمه. والسيو خرج بداك الفيديو اللي كيوضح بالك كيقول لهم انا مستحيل يكون واحد على خلفيه الارهاب يدوز 3 سنين، علاش ما كايناش؟ ولا كانوا معنا دوزوا غير سنه واحده. هذاك الشيء السيوبة على حساب المونتيف ديالك، ها راه كاين اللي عنده السي علي مني عنده الاسلحه واش عطاه عامين ولا؟ ولا بغيتي هذا اللي عنده الاسلحه شنو بغيتو يديروا له السيوبة ولا السي علي؟ شنو بغيتو يديروا لك؟ واش يستقبلوك بالحليب والورد المغرب ولا؟ حمد الله سبحانه وتعالى ما عطاكش الاعدام، حمد الله ما عطاكش المؤبد، عطاوك 12 سنه، حمد الله سبحانه عطاوك 15 وحيدوا لك 3 سنين وخرجتي وتلقوا لك. هاد الناس اللي كتهضر عليهم اللي عذبونيك وكانوا باغيينك، كانوا باغيين شي حاجه ولا باغيين ياديوك ولا كيتعدوا على الناس ما غيطلقولكش من السجن. السي علي الله يجازيك بخير، ما تحاولش تضحك على الناس وتضحك على الراي العام، راه ما غيطلقولكش من السجن، ما غيطلقولكش، ما غيطلقولكش. والحمد لله اللي كاين الناس، اللهم لك الحمد، اللي كاين الناس كيغيروا وما كيبغيوش الكذب وما كيبغيوش النفاق وما كيبغيوش البهتان. وان شاء الله ادلاو بالشهاده ديالهم ان هذا العبد هذا ابراهيم عقراش انه كان خدمه، وانه كان كيفرق علينا الماكله، وانه كان صديق ديال علي اعراس، وانه كان من المقربين. وعلي اعراس كان عنده الزنزانه مزيانه ومشمشه، وكان كيخرج للفسحه وكان يتسالى بحالو بحال الناس. وكانوا بالعكس كيما ذكر واحد الشخص الله يجازيه بخير، اذكر قال لك يعني حنا كنا كنغيروا من الزنزانه ديال الاخ علي اللي كنا كنحسبوه حنا اخ، ولكن هو كان مجرم، والله العظيم الا مجرم، مجرم في النفس ديالو، مجرم في الخفاء ديالو، ومجرم في الظاهر ديالو. يعني والله يجازيه بخير قال لك حنا كنا كنغيروا من الزنزانه ديال علي اعراس، الزنزانه جوج اللي كيتوفر فيها على جميع المسائل ديال السجين، لا من الطبيب، لا من التلفازه، لا من الماء، لا من النقا، لا من الشومبر ديالو كبير، الزنزانه ديالو كبيره بوحدو انفراديه، وكان كيحتارموه. هادشي السي علي زعما كاع اللي داروا معاك هاد المسائل ودرنا معاك حنا، يعني قلبتي كلشي وقلبتي الفيستا، الحمد لله اللي راهم خرجوا وعلنوا الشهاده ديالهم بانني كنت خدمه، وكيرسخوا الكلام ديالي وكيقولوا ان الكلام ديالي حق، وانه داك السيد كيكذب. فين باغي يوصل؟ فين باغي يوصل هاد السي علي هذا؟ ان لما نرجعوا شويه للقصه، ان لما انا ما بغاش يتواصل معايا كيقرا الميساجات، انا كنت كنصيفط له الميساجات في الفيسبوك ديالو في الباج ديالو كيقراهم ما كيردش، يعني السيد تصدم كيفاش هاد السيد وصل هنايا، هاد السيد كيفاش وصل؟ عرف انه الفيلم ديالو سيناريو تسالى عليها ما قدرش يتلاقى معايا، اللي كيخرج وكيقول لهم انا ما نتلاقاش معاه وانا خفت، انا خفت. انت كتخاف السي علي اللي مدخل الاسلحه للمغرب؟ كتخاف انت مدخل الاسلحه للمغرب وكاين شهود عيان. سي عبد الرزاق صومح الله يجازيه بخير اللي بقى ثابت على الكلام ديالو وعنده مواقف وما ما يكذبش، كيقول لك حنا لعبنا ماتش وخسرنا وعيا في، كيقول لك السي علي الله يجازيك بخير، رجع للعقل ديالك، على واحد الخطا درتيه سالينا، خطا درتيه وكاع استهلينا العقوبه، كاع دخلنا الحبس وخرجنا، علاش غادي تصنع من هاد السيناريو وتصوت الف كتب وتكذب وت انا هادشي ما غاديش نسكت عليها سي علي. انا راني خرجت لك الاعلام، انا كنخرج كنهضر على الراس ديالي، كنهضر على راسي، كنهضر على الفيديو، ورطيني في واحد الفيديو ورطيني معاك سي علي، وعليها ما بغيتيش تلاقى معايا. انا لا مش ملي شفتو ما بغاش يتلاقى معايا، انني صيفطت هذا الاوديو للسي محمد، قلت له لا ما بغاش يتلاقى معايا ويحيد داك الفيديو ويحيدني من داك الفيديو، راه غادي ننطح بهذا الاسلوب اللغه العربيه، غادي ننطح يعني غادي نمشي للسفاره المغربيه وغادي نحيد ونبرئ الذمه ديالي ونخرج راسي من هذا الفيديو، هذه الورطه اللي دخلني فيها، ونشرد لهم الحقائق كامله. هذو هما الاوديوات اللي بقاو عندهم، وحاولوا انهم حيت ما لقيتوش باش ترجعوا، تفضحتوا صافي تفضحتوا، عرفتوا ان الحقيقه بانت. اللي كيهضر سيوبا وكيقول لك كنشوفوا هاد السي ابراهيم اقراش، انا ما سميتنيش السيوبا ابراهيم اقراش، انا سميتني ابراهيم عقراش، انا سميتني ابراهيم عقراش السيوبا، كيقول لهم مقرينو وحاط راه حاط الورقه حداه، حاط الورقه وراه كيشوف فيها التواريخ وكيشوف فيها. انت سيوبا انا كنشوف فيك في اللايف ديالك البارح حاط انت قدامك تبارك الله كتاب، وكتصرح باللسان ديالك انني 4 ايام وانا خدام. علام خدام سيوبا؟ ها علام خدام على المكر والكذوب.
ننصحك في سبيل الله سيوبا، هذاك اللي راه جدبه ودخل وانضم للحزب ديالك اكبر مجرم على وجه الارض، ومازال تعرف الحقيقه ديالو، مازال غادي تعرف بحول الله الحقيقه ديالو كامله، وعلاش دخل معاكم وعلاش تقرب عندكم، ها باش يزيد يكذب ويزيد كل الكذب ديالو عنده مصداقيه ويزيد يطبع الكذب ديالو. ونشت الفيديوهات كيجي عندك مهراس والتمثيليه، التمثيلي راه مثل علينا السيوب حنا قبال ما يمثل عليكم نتوما في الحزب، وقبل ما يخرج الاعلام كان يمثل علينا، ومني كان يهضر معنا كان يهضر معنا في الزنا كان يبكي، كان كيتعصر يبكي باش حنايا حنا يبقى فينا وحتى شي واحد ما يشك انك مظلوم، وانك داك التعذيب اللي داروا لك يعني بزاف التعذيب اللي كيحكي هو، يعني كيحاول انه يتاثر باش حنا نوقفوا معه واي حاجه طلبها نكونوا معاه. واش نسيتي السي علي؟ واش نسيتي ملي كنا كنريحو كاملين في الزنزانة وكدير القهوة؟ ها غنذكرك بالسمية تاع سي علي. واش نسيتي مصطفى السعيدي؟ واش نسيتي ابراهيم فاسي؟ واش نسيتي عماد فاسي؟ واش نسيتيني انا؟ واش نسيتي امين كزاري؟ واش نسيتي حسن اشراقة؟ واش نسيتي محمد سالم خيا؟ واش نسيتي البرص؟ شحال نذكر لك؟ واش نسيتي الشهب؟ واش نسيتي الصغير؟ واش نسيتي عثمان المروتي؟ واش نسيتي عبد الكريم موساوي؟ شحال بغيتي نذكر لك اسي علي اللي كانوا معاك في الزنزانه وكنا نترينيو كاملين وكنا كنخرجوا كاملين. ايوا حشم اسي علي، حشم شويه، الله يجازيك بخير، حشم حشم شويه. كتقول انا وكانوا مبلعن عليا، مبلعن عليا وما كنخرجش. وفين بغيتي توصلوا بهذا الكذب اسي علي؟ فين بغيتي توصلوا بهذا الكذب؟ وانا اللي كان كنقول لكم المشاهدين الكرام والاخوان ديالنا انني حنا ملي وصلنا هنايا ما بغاش يتلاقى معنا، ما بغاش يتلاقى معايا خصوصا، ومعايا الصديق ديالي الله يجازيه بخير المسمى رشيد، وريحنا يعني هاد السيد هذا ما بغاش يتلاقى معنا، وانا مدخلني في هاد في هاد المشكل ما خشيتش نسكت عليه. اذا لمن غادي نلتجؤوا؟ فكرنا ولقينا ما عندناش شي باب، وهو السي سماح عبد الرزاق الله يجازيه بخير اللي كنت كنتبع الفيديوهات ديالو وكيسرد الحقائق ديالو وبقى ثابت على المواقف ديالو، وخرج في القنوات وداروا معاه لقاءات وكيحكي القصه كامله كيفاش حتى انضم لهذا التنظيم، وكيفاش كان هو انه القائد الرائب الرابع في الجماعه ديالهم، وكيفاش تلاقى مع علي، وكيفاش ورا الفيديوهات ديالو معروفه في الوسائل تاع الاعلام. هو اللي استشرت معاه واتصلت به وقلت له عمي سماح الله يجازيك بخير، اشنو كاين اشنو كاين اشنو كاين اشنو كاين اشنو كاين في القصه اشنو كاين اشنو كاين. قال لي مسكين الله يجازيه بخير، قال لي هذا هو ولدي على كنت كنهضر، هذا هو اللي كنت كنهضر انا على الراي العام، وحتى شي واحد الحمد لله كاين الناس اللي بالعقل ديالهم كيصدقوا. قال لي هذا هو اللي كنت كنهضر عليه انا، ولكن هو يعني شنو كيقول؟ يعني كيقول هذا راه في المجموعه ديالنا راهم ضغطوا عليه راهم شراوه. قال لك انا ديما كنقول الحقيقه ومازال غادي نقول الحقيقه وغادي نبقى ثابت على الحقيقه. قلت له عمي سماح شنو كاين؟ حكيت له القصه كامله. قال لي ولدي، قال لي الله يجازيك بخير، قال لي هذه، قال لي هذه يعني حقيقه انت كتقولها. قلت له عمي سماح راني انا في بلجيكا وراني ها كيفاش ها كيفاش ها كيفاش راني وصلت حتى لهنايا، وراني كان وعدني انه يعني الا طلعتي لبلجيكا نساعدك في الاوراق والحمد لله كل شيء كاين، الدار متوفره كل شيء كاين، ولكن راني جيت هنا اشنو كاين اشنو كاين، راه بغيت تلقى معايا. ولقيت طم الكوب انني منين بقيت كنتصفح المواقع الالكترونيه اللي كيخدمها هو، يعني كيما نقولوا سحرات فرعون، راه هاد القنوات ديال كسي علي راه سحرات فرعون. فرعون كانوا عنده السحره في ذاك الزمن، وانت عندك السحره هو الاعلام وكتكذب عليهم. وانا بحول الله السميع العليم انا معايا واحد الاخ دابا حاليا غادي نوريكم الراي العام بانه كيفاش كيفاش انني رسمت لهذا السيد في الظهر، ونوريكم باش ما تقولوش هاد السيد ما كاينش ولا غير سيناريوهات ولا غير كذوب ولا راه هادشي ما كاينش. غادي نوريكم كيفاش رسمت لهاد السيد في الظهر ديالو باش بستيلو والمداد اللي كيقول لكم انا تعذبت. نوريكم بحول الله باش نقربكم من الصوره ونقربكم من هاد الدجال الكذاب اللي كيدعي ومدخلني انا في الفيديو وكيقول له انه عذبني النظام المغربي، وان الحمد لله علاش هذا السيد هذا غادي هذا السيد هذا علاش غادي يجيب لي التليفون، وانا الحمد لله كان التليفون في السجن وكنت كنهضر مع البنت ديالي ومع الولد مع الاب ديالي ومع الاخت ديالي المناضله. ها انا ماشي نسكت على هادشي يا سي علي، والحمد لله اللي كاين
إخوان كانوا معنا في الحبس هما ذكروا السميات ديالهم وذكروا الاعتقال ديالهم وكانوا معنا وشهدوا بالحق بكلمة الحق اللي غتحسب لهم في الميزان الحسنات ديالهم بحول الله. أنني كنت كنعرفك وصاحبك وصحبك وأنت كنت كتعرف السجن كامل اللي كتقولهم كانوا مبلعين عليا، وأنني كنت كنجي عندك والصديق المقرب ديالك واستغليتينا كاملين. فلهذا الإخوان الكرام أنا خرجت بهذا الفيديو توضيحي والرد على الأوديو اللي كيقول لك أنا غادي نمشي ندعي أنا غادي نرفع لك دعوة قضائية، أنا غادي نبقى تابعك بحول الله لأنني ورطتيني في هذا الفيديو ورطتيني في هذه المصيبة هذه اللي أنت باغي تخدم بها. فين باغي توصل؟ ها فين باغي توصل؟ لا أنت ولا سيوبا الحزب ديالكم فين باغي يوصل؟ أنا من أنا أنا أنا, أنا ما نسمحش شي واحد يمسني ويلعب بيا. وتاني حاجة باش 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 نوضحها ونحط النقاط على الحروف للرأي العام، أنه هذا السيد هذا فين مشى؟ سيوبا اللي كيدعي أنه مناضل الريف وأنه من الأحفاد ديال عبد الكريم الخطابي، واش عبد الكريم الخطابي رحمه الله واش كان كيدافع على التراب الوطني ويخرج المستعمر، ولا كان باغي ينضم إلى الأعداء ديال المغرب ويفرق التراب الوطني؟ هادشي اللي بغيت نعرف دابا سيوبا. واش عبد الكريم الخطابي كان كيجاهد وكان كيناضل الله يجازيه بخير، كان كيناضل من أجل يحرر البلد ديالو ومن أجل يتعاون في حرقة على البلد ديالو، ولا كان كيدير اليد ديالو في 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 جارات السوء باش يفرق باش يفرق التراب الوطني؟ أنا ما نسمحش السيوبة شتي ولو درة صغيرة ولو رملة أنك تقسمها من الأرض والوطن ديالي، ما نسمح لكش، ما غاديش نسمح لك للسيوبة. علاش؟ لأنه أنت يا باغي الفتنة، باغي الفتنة كبيرة ديرها للمسلمين. شنو بغيتي يا سيوبا؟ فين بغيتي توصل؟ اللي كتنضم معاك دابا عالي وكتهضر حصلتو ملي خرجتكم بهذا الفيديو دابا، ها؟ ما كتبغيوش كلمة الحق. أنتم ما عندكم الإنسان اللي كيهضر بالحق شنو كتقولوا؟ شراتو المخابرات. مخابرات ما كنعرفش شي واحد، أنا كنهضر على راسي، كنهضر على الحق ديالي. أنني جيت نخدم على راسي في إسبانيا وتفكرت العالي، الوعود اللي قال لي، الوعود الكاذبة. راه باش نذكرك سيوبا وهذا اللي راه داخل معاك، راه كاين واحد كيقول له مسيلمة الكذاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكاين مسيلمة الكذاب انت حد الزمان وهو علي أعرس. أقسم بالله العلي العظيم، أقسم بالله العلي العظيم اللي مسيلمة الكذاب. وباش نوري لكم المشاهدين الكرام شنو هذا، هذا مصحف ديال الله سبحانه وتعالى وغادي نحلف فيه والله العظيم ثم والله إلى هذا الكلام اللي كنقول كل شيء صحيح، وأنه الفيديو ديال التعذيب ديال علي أعرس والله ثم والله العظيم إلا أنا اللي ساعدته فيه. والله هذاك الفيديو يما تعذيب ديال المغرب، والله العظيم لا أطار. وغادي تشوفوا بحول الله كيفاش غادي نوريكم في الصديق ديالنا الله يجزيه بخير اللي تطوع، باش تشوفوا الحقيقة. حنا ما كنهضروش على فراغ، باش ما ينوضش ويقول لك صيفطوا النظام المغربي. هما أي حاجة يقول لك صيفطوا النظام المغربي. انا علاش ما هضرش وكتقول لهم علاش فين كان من 2015 حتى 2024؟ السي علي انا من تفارقت انا وياك صافي سالينا، ما بقيتش انا كنتبعك، وانت كنتي في السجن، انت راك خرجتي حتى 2021 عاد خرجتي. انني الفيديو علاش انا هضرت حتى 2024؟ حتى شفت الفيديو. انا الوعد ديالك اللي عطيتيني جيت وقلت لي مرحبا بك، نوقف معك في الوريقات، الدار كاينه، الخدمه كاينه، موجود الحمد لله، حنا بوليداتنا جينا نخدموا على وليداتنا. ملي وصلت هنايا شنو كنتي كدير؟ شنو قلتي؟ نصيفطوا النظام المغربي. علاش غادي يصيفطني النظام المغربي السي علي؟ انا كنهضر على الفيديو، انا وصلت هنايا ملي بقيت كنبحث لقيت الفيديو، ولقيت الفيديو السي علي اللي راني رسمت لك هنايا. اتقي الله سبحانه وتعالى، واش مبغيتيش توعى شويه؟ انا راني كنهضر على الفيديو، السي علي. وبهذا وبحول الله غادي نوريكم كيفاش رسمت في هذا الظهر ديال هذا مسيلمة الكذاب اللي غادي نسميه مسيلمة الكذاب، واللي كيخرج وكيدعي انه تعذيب. ودابا غادي نطلبوا من الاخ ديالنا الله يجازيه بخير يجلس في المكان ديالي باش تشوفوا الاخوان المشاهدين كيفاش الطريقه ديال الرسم اللي درت له اللي صنع منها سيناريو. الاخ تفضل الله يجازيك بخير. الاخوان الكرام كما كتشوفوا الاخ هو الله يجازيه بخير، وحنا دابا غادي نوريكم هانتوما هذا ستيلو بيك، هذا كيدير درهم ونص باش تعرفوا الاخوان المشاهدين، هذا درهم ونص باش ما تقولوش حنا كنهضر على فراغ. ها هو ستيلو اخر،
عندنا جوج تلاوات نوريكم باش تعرفوا انني كنهضر بيقين، ما كنهضرش بالكذب. بسم الله على بركة الله. انتم شوفوا يعني كيفاش كنقول لكم انه رسم ديال ستيلو ماشي رسم تاع شي حاجه. انتم انا كنت كنعمر له هكا، كنعمر له الطريقه ديال ستيلو. انتم الطريقه ديال ستيلو كاين واحد كلينيكس، ها هو وكنت كنمحي له هكا. انتم الاخوان، انتم الاخوان، انتم كيقول لكم هذا التعذيب. غادي نوضح لكم مزيان، انتم غادي نوضح لكم مزيان. انتم ديروا هذا القلم، انتم اللي كيقول لكم هذا السيد راه عذبوني وسلخوني الساعه اللي اتقي الله واش ما عقلتيش مني كنت كنرسمك بحال هكا. اتقي الله سبحانه وتعالى. ها من الانسان اللي هضر على الواقع. انتم المشاهدين، انتم هذا تعذيب. دابا هذا السيد مسكين راني سلختو بالعمود، دابا راني دكدكتو بالعمود. انتم المشاهدين هذا هو علاش. والفيديو هو اللي جا بعيد كيصور فيه بواحد 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 البعد ديال 3 متر ولا 4 متر يعني باش ما يبانش ستيلو. وهو الرسم اللي درتو له نعس به يومين ولا 3 ايام باش كيتمحى مع الكسوه ديالو وما كيبقاش يبان. انتم غادي نوريكم المشاهدين، انتم حنا غادي نديرو هذه كبيره انتم باش تقولوا، باش مني كنهضر معاكم ما تقولوش الاخوان هذا راه من المخابرات. انا كنهضر على الواقع، كنهضر على الحق ديالي اللي غادي يورطني هذا السيد هذا. انتم المشاهدين، انتم هو السيد راني عذبتو، دابا راني سلختو. ها هذا السيد دابا راني انا دكدكتو بالعمود، دابا هضر النظام المغربي اللي عذبو. دابا راه حتى السيد غادي ينوض دابا غادي يدير فيديو وغادي يصنع سيناريو يقول لهم راه النظام المغربي هو عذبني. نزيد نوضح لكم الاخوان المشاهدين، نزيد نوضح لكم مزيان. حنا غنجيو لهاد الجهه منا باش كنقول لكم انا اللي رسمت له. انا انتوما حنا غادي نرسمو هنا انتوما الاخوان. انتوما الاخوان المشاهدين واش هذا تعذيب؟ ها هذا تعذيب. الله حنا غادي نجيو هنا باش غادي نجيو هنا باش غيتضح للمشاهدين النيشان، غيتضح للمشاهدين عفوا، غيتضح للمشاهدين مزيان. هانتوما تبعوا معايا المشاهدين، هو دابا عذبتو. واش هذا الاضر ديال التعذيب؟ الله يجازيكم بخير. ها واش هذا الاضر ديال التعذيب؟ باش ملي كنقول لكم السيد دجال وانا اللي ساعدتو، ها هانتوما، وهذا هذا الرسم الا خليناه، هذا الرسم الا زدنا خليناه، شوفوا ها هذا تعذيب. دابا الله يجازيكم بخير انتوما، وهذا الرسم الا خليناه وبات وجلس يومين ثلاث ايام غادي يزيد عاد غيبان اثار تعذيب حقيقي. الاخ الله يجازيه بخير اللي تطوع بارك الله فيه وحطينا المشاهدين في ارض الواقع نيشان. وهذا الشيء غادي نتكلم بالامازيغيه. الاخ الله يجازيك بخير، شكرا، سمح لنا بزاف. سيوبا اوزو شيني غي جنحاج تا سيوبا الله يجازيك بخير، وهو انه هو اتقاه شادي الاخ ني، واتقاه شادي دي السيد ني علي عراس. قال والله العظيم الى علي عراس اكبر منافق على وجه الارض، اكبر منافق عرفته البشريه المسلمه. هاقشماني كيغي السيد الخماني تمات التعذيب سيوبا، هاقشماني دار خوا ديكار غادي يدعى المغرب سيني قاعد بناي قاعد بناي قاقيني جن التعذيب قاصغي مناي خت زياد قاقيني تفاوت قاقيني قاقيني قاقيني. اتقم الله سبحانه وتعالى، ها اتقم الله سبحانه وتعالى. ولهذا
قنش السيوبا ولا علي ولا الحزبية وبخصوصا علي، فأنا أتكلم على علي أعرس. أنا اللي شاركتني معك في هذا الفيديو، وصلت عندك حتى لهنايا ووضحت للمشاهدين الأوديوات اللي خرجتوا وكتبنيو عليهم سيناريو هاد السيد إرهابي بغى يفجر. ها ما كاين شي إرهابي قد ديك السي علي دخلتي باغي تجيب السلاح للمغرب، ودخلتي وشدوا عليك عبد الرزاق سماح، والحمد لله اللي كيذكروا بالفيديو. علاش غادي يكذب عليك؟ علاش غادي يكذب عليك هو؟ انت اللي كتهضر عليا انه ارهابي ولا سيوبه اللي جا بغى يدير القنصليه. انت شنو كنتي بغيتي في المغرب؟ بغيت تزعزع الامن ديال المغرب، بغيت تقتل الابرياء اسي علي، ومازال كما كيقول السي عبد الرزاق سماح راه مازال عندك السلاح هذا، مازال عندك السلاح اسي علي. فلهذا ارجع للرشد ديالك، وانا كنهضر في هذه الساعه كنهضر على راسي، وكنهضر على الفيديو اللي ورطتيني فيه، وما غاديش نسكت. وانا خرجت هذه الخرجه باش نوضح الراي العام، نوضح الراي العام داك اللايف اللي درتي البارح، والكذب والدجل اللي انت وداك الدجال كثر منك ديال يوبا اللي باغي يقسم البلاد. على مول الله شنو راهم عاطينو؟ على مول الله اتفاقيه اللي راهم دايرين معاه. ها السيوبا راه سالا الماتش ديالك السيوبا، رجعوا للرشد ديالكم شويه، اتقوا الله سبحانه وتعالى. وهذه هي الرساله اللي وضحت، وباقي غادي نزيد نوضح، وغادي بحول الله غادي نرفع عليه دعوه، وغادي نحط معها النقط على الحروف. والحمد لله راكم شفتوا التعذيب وشفتوا الفيديو، وكاين معنا اللي غادي يرجعوا بحول الله على الكذب ديالو اللي كما كيعرفنيش، وغادي يوثقوا الكلام ديالي بانه السيد كان الصديق ديالي وكنت خدمه، وانا اللي كنت كنتحرك في الحبس، وانا اللي ساعدتوني جبت له التليفون. ولهذا خرجت بهذا الفيديو وضحت المسائل، وبحول الله غادي نخرج بفيديو اخر، ونطلبوا الله سبحانه وتعالى يعيننا على هذا الدجال الكذاب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أمين الجزاري، معتقل سابق على خلفية الإرهاب، بتاريخ يوم 23/11/2012، وتم الإفراج علينا بفضل الله يوم 18/2/2015. خرجت بهذا الفيديو كرشاد لله وللتاريخ وللوطن ديالي. هذا الفيديو خرجت به كنوثق الكلام ديال الاخ ابراهيم عقراش، المعتقل حتى هو سابق على خلفية الارهاب، وكان معنا انا داك في السجن ديال الزاكي سلاجوج. الاخ ابراهيم عقراش كيهضر على واحد المعتقل سابق كان معنا في السجن سميت له علي عراس، حتى هو كان معتقل على خلفية الارهاب. هاد علي عراس خرج بواحد الفيديو كان كيقول فيه بانه راه ما كيعرفش ابراهيم عقراش، وكاين فيه العلاقه ديالو مع ابراهيم عقراش، وكيقول بانه ما عمرو شاف ابراهيم عقراش في السجن، وما عمرو شافو ولا سمع به. هذا والله العظيم الاكبر كذاب شفته عينينا في التاريخ، اكبر واحد يعني كنشوفو كيكذب بهذه الطريقه. هذا ابراهيم عقراش كان كيفرق عليه الماكله في السجن، وكان كيتحرك في السجن، وكان بحكم انه هو اللي كيفرق عين الماكله، كيفرق عين الوجبه ديال الفطور، الوجبه ديال الغداء، الوجبه ديال المساء وديال العشاء. كانت عنده علاقه قويه مع علي عراس، وكان تقريبا فوقاش ما كتحل علينا، كيتحلوا علينا البيبان ديال الزنازين، كيخرج ابراهيم كيمشي عند علي عراس ديريكت، كيخرج عنده كيمشي معاه كيريح معاه، شي الا ما كيخرج الفسحه كيتمشى معاه كيدير معاه. المهم كان صديق ديالو، يعني صديق، مهم صديق ديال السجن، كيمشي عنده يريح معاه في الزنزانه، مهم اللي خصاتو كيجيبها له وكيتعامل معاه، بحكم انه هو معتقل على خلفيه الارهاب، وبانه السيد حتى هو راه مظلوم، وفهمت على حسب ما كان كيقول داك علي عراس. وداك علي عراس كان ديما كيقول لك انا تعرضت للتعذيب، انا تعرضت للتعذيب، انا تعرضت المهم انواع ديال التعذيب، جميع الانواع راه تعرضت لهم، ولكن السيد كنا كنشوفوه بخير، الجسم ديالو ما فيه حتى شي اثر ديال التعذيب، ما فيه حتى شي حاجه. السيد تبارك الله القامه ديالو اللهم بارك، الزنزانه ديالو تبارك الله كانت من احسن الزنازين في السجن، اقسم بالله العظيم الى هذه شهاده لله، الى الزنزانه ديالو كانت من احسن الزنازين اللي كاينين في السجن، لدرجه انه المعتقلين كلهم كانوا كيتمنوا تكون عندهم ديك الزنزانه. كيقول لك الزنزانه ديال علي عراس والله العظيم الى ما شاء الله نقيه وزوينه، فيها التلفازه والفراش المالطات. السيد كان بوحده في الزنزانه عايش كما كنقولوا حنا مالك في السجن، الماكله كياكل غير داكشي، المهم داكشي تبارك الله اللي ما كانش عندنا حنايا يعني كمعتقلين، كنا بالجوار ديالو، ما كانش هو كان في الزنزانه رقم جوج وحنا كنا في الزنزانه رقم اربعه.
يعني بنت زنزانه واحده، يعني زنزانه دارو يعني كنشوفوا فيها مباشره، يعني ما السيد كان عايش احسن معيشه الصراحه، وقال وهذا الشهاده كان شهاده لله. الشيء اللي خرج كيقول لك كاين في العلاقه ديالو مع ابراهيم عقراش، وكيقول ما انا ما كنعرفوش وما عمري شفتو وما يعني هذا هو الدجل، هذا كاذب، يعني ما عمري شفت انا بحال هذا الكاذب مباشره. السيد عاشر معاه تقريبا يعني فوق سنتين، وفي تاريخ يقول لك انا ما عمري شفتو وما عمري عرفتو في السجن. وهالشيء اللي كاين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأخ حسن شرقة، المعتقل سابق في قضية الإرهاب. هذا الفيديو إن شاء الله خرجت درته بحول الله، كان شهد شهادة الحق، لأن الأخ إبراهيم قرش كان معنا إن شاء الله في السجن ديال سلا جوج، وكان هو في خدمة ديال السجن، كيف نرقب الماكلة وكيف نرقب لنا المسائل، كيعاون أصحاب الميناج إلى آخره. خرجت نوضح للرأي العام على حسب خصوص عالي على الراس لكي في انه كيعرف ابراهيم قراش نفيا كليا، وانه ما كيعرفوش وغيسيفطو ليه المخابرات. هو لا، حنا كنشهدو شهادة الحق ولا نقول الا الحق، لانه كيعرفو وكان معاه في الفسحه دائما، وكان كيتمتع بالحقوق ديالو، ما كان لا تاديب لا والو. حنا دوزت معاه سنتين الحمد لله، ما كان لا تاديب لا والو، الماكله ديالك في الوقت، الدوش، كان نديرو الرياضه جميع، وكان معنا نيت هاد الشخص هذا عالي على الراس، كان معنا نيت في الفسحه، كيتمتع بحالو بحال جميع السجناء، الا انه كاين فيه بانه كيعرف الاخ ابراهيم. يعني مساله، يعني الانسان خصو يتقي الله، ما خصوش يكذب. وهذا اللي كاين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.